السلام عليكم. نبدي نشرح المحاضرة الخامسة الخاصة بالسكيورتي الكورس الثاني اللي هي اسمها Authentication on Digital Signature. حكينا بالمحاضرة السابقة خصوصا حكينا على الـ Authentication Type اللي هي ثلاث أنواع. أخذنا النوع الـ Encryption Message، Message Encryption، وكان هو يمكن أسهل نوع. والنوع أخذنا الماك اللي هي كانت فيها ان نضيف شلون الكود وياها اوثنتيكيشن مسج كود او مسج اوثنتيكيشن كود، شلون نضيف كود للمسج، حتى شنو نسوي فيريفيكيشن، هل المسج متلاعب بها او لا. تمام، يعني ناخذ في الطريقه مشابهه للطريقه السابقه اللي هي الثانيه، تقريبا مشابهه الى حد ما. اوكي، بالعمل تسمى شنو الهاش فانكشن، تسمى شنو الهاش فانكشن. هاش فانكشن سبق ان قلت لكم بالفيديو السابق انه هي عباره عن وان واي هاش فانكشن، يعني معناها اذا شفرت بالهاش او حولت الكود بالهاش دوت، تمام، مثلا ما تقدر ترجع الهاش كود، ترجع الهاش مسج، يعني المسج سويت له هاش ما تقدر ترجعها عكسيه، فايش يسموها؟ وان واي هاش فانكشن. اوكي، والهاش يقول لك شلون يصير، يعني اقول لك هيك معناها شنو، معناها قاعد اسوي هاش للمسج. اوكي، السايز مالتها مختلف، يعني مثلا اذا شفرت مسج هلو، اوكي، وسويت لها هاش وجات غيرت على المسج، لازم شنو تحسب الهاش من جديد، اكيد الهاش تحسبه من جديد. اوكي، بس اللينث مالتها ايش فيه؟ اللينث ثابت، مال الهاش اللينث ايش فيه؟ ثابت. تمام، بس اي تغيير يتغير على الهاش، اي تغيير على المسج يتغير على الهاش، كاب خلص مو على غيرها، فهمتوني؟ كله ياثر على يمن على الهاش. زين، يقول لك ما عندك الهاش كود، دونت يو ما يستخدم، دزنت نوت يوز كي، بات شنو انبوت مسج. اوكي، المهم هاي هنا شلون ده احكي لك انه يعطيك دايجست، اللي هو تدرون شنو الدايجست، اللي هي النتيجه مال الهاش. اوكي، زين، اي تغيير يكون بالبت انه شنو يتغير، اي تغيير يكون بالمسج اكيد راح يتغير على يمن على الهاش، مثل ما سبق اني قلت لكم. وياي هاي خلينا ببالك، كم شغله اعطيتك هنا هسه، خلينا ببالك انه ما بي كي، الهاش يتغير حسب تغير المسج، الطول ثابت عندك، وتغير يكون شو اسمه، وهي وان واي مسج، وان واي هاش فانكشن سوري، معناها شنو؟ جهه واحده تشتغل، اذا حولت المسج هاش اذا ترجعها بالعكس. اوكي؟ زين، هاش فانكشن هي شنو هي؟ ماثماتيكال فانكشن. يقول لك لا تدرون انت الهاش فانكشن احنا سويناها بالامتحان راح، شنو سويناها؟ عباره عن شنو؟ عباره عن عملية رياضية، مو صحيح؟ انه اكس اور عملية رياضية وخلاص، يعني عبارة عن عملية رياضية، تمام؟ ايش دا يقول لك؟ هذا الصورة هاي الجوة هنا، انت اول شيء هي ايزي وياي، هي سهلة، ومو ضروري تسوي هاش، يعني مو الا ضروري انت تسوي هاش. اوكي؟ يعني خليها ببالك، يعني مو الا ضروري حسب المسج مالتك، يعني حسب العملية مالتك وياي. يقول لك المسج يصير لها الهاش مثل ما حكينا، اي مسج يصير اي تغيير يصير بالمسج يصير على الهاش، لازم تتغير وياي. يقول لك ماكو مسجين ياخذن نفس الهاش، يعني ماكو هلو يشفرها او يطلع هاشها يطلع نفس امير هاش، مستحيل، يعني ماكو مسجين ياخذن نفس الهاش. خليها ببالك، يعني بني كم معلومه هسه تخلينا ببالك، هي ايزي وماكو مسجين نفس الهاش، اي تغير بالمسج يتغير على الهاش. اوكي، زين، المسج مثلا كاتب اني مره هلا وحسين ومره كاتب بس حرف اي، الهاش مالتهم اثنينهم شنو؟ ثابت، مثل ما قلت لكم قبل شوي بالستايل السابق، الهاش بي ثابت، طوله المسج او قصرت ما يهمني، بس يهمني شنو الهاش بي ثابت، طول المسج سواء كانت 5 كاركتر او 100 كاركتر، هو شنو الهاش؟ اكو مسج
مجزرة ثمانية اليوم، يعني شلون أنا أطير هسه مثلا أكمل لك إياها؟ تمام. ف المسج الطول مالتها متغير. اخوان يعني نكمل المجزرة الخامسة إن شاء الله يوم نتوقف، أو نص الخامسة يعني حسب، يعني نكمل هنا ما عندنا يعني باكر، احنا اوريدي لازم نسجل باكر حسب جزء بالليل اصور، يعني حسب حسب بس ارد اخوي هسه انتبه للمحاضره او في التفاصيل الجانبيه. المسج الطول مالتها متغير بينما الدايجست ايش فيه يكون ثابت. اوكي الانتجريشن هذا كله ايفون، نجي نشوف واحده واحده السيناريوهات يعني باعتبار انتبهوا شويه هسه بعد. تدلل، انا ما اعرف انت يمكن رواد من اسمك بس تدلل ان شاء الله. انتبهونا شوي يا اخوان، هسه نجي للسيناريوهات مال الانتجريشن. اي تنتبه كلش زين. اوكي راح اربط ويا السابق، يعني اريدك انت شو تسوي، اريدك اريدك مركز وياي. اوكي هسه هنا اجيت اني، اجيت هنا وين البين، اجيت هنا انا سويت مسج حسبت لها الهاش، مسج حسبت لها الهاش اوكي، والنوب سويت لها كونكاتينيشن وشفرت. يعني هنا ايش صار قبل لا اشفر، هنا شنو عندي؟ عندي كانما الهاش مال المسج وعندي شنو؟ المسج. اوكي عندي شنو؟ الهاش مال المسج وعندي المسج، شنو شفرت؟ اوكي شفرت بكي معين. لو تشوفون الهاش ايش بيها؟ بيها كي؟ ما بيها كي. الهاش ما بيها كي، بينما الكود قبل شوي اخذناه المسج اندكيشن كود ايش بيه؟ كان بيه كي لو تتذكرون. اوكي بس الهاش ما بيها كي. المهم فهسه هنا ايش صار عندي هنا؟ من يقول لي؟ هنا ايش صار عندي؟ عندنا سريه. اشتي ليش؟ وبعد يقول لي ايش صار عندي وليش؟ صار عندي سريه، ليش؟ يعني انا شفرتها هنا على المسج فمن انطلقت مشفره، مو صحيح؟ عاشتي لك صار سريه، هسه سريه اوكي. بعدها انا شفرتها بكي، كانما اقول له هذا الكي ايش قد السورز يعرفه 100 وكذلك الديستنيشن قد يعرفه؟ يعرفه 100. اذا شنو؟ واحد يعرف الثاني، اذا شنو صار عندي؟ ايدنتيكيشن. شنو صار عندي؟ ايدنتيكيشن. تمام؟ ف صار عندي الايدنتيكيشن وشنو والسريه وياي. انه ارجع هسه انا ارجع شو احسب؟ ارجع شو احسب؟ ارجع اسوي ديكريبشن نفس الكي ديكريبشن، رجع لي شنو؟ رجعت لي المسج وشنو والهاش مالتها. اجي احسب الهاش مال المسج طريقه عكسيه، شنو قبل شوي قلت لكم؟ طريقه عكسيه احسب الهاش، يطلع لي الهاش مال المسج وانا اصلا اوريدي عندي الهاش. اجي بيناتهم شنو؟ مجرد اقارن اذا اوكي. هذا نفس اللي اخذناه تقريبا، مو نفسه بالضبط، هسه نجي نشوفه، نفس اللي اخذناه بالعمل اللي جابتنا يا دكتوره. اوكي؟ انه تاخذ هاش المسج وتشفرها وتشفرها هي والمسج، يعني هي والهاش، وانه تفتح المسج وتطلع الهاش مال المسج وتقارنه ويا هاش المسج، هل هو نفسه لو متلاعب به؟ هاي بس الغايه، هل هي نفسه لو متلاعب به؟ بس. اوكي؟ كانه ما صار يعني سيجنتشر، اوكي؟ اكو هنا سؤال شباب؟ اكو سؤال محمد؟ زين خلينا نكمل. نجي على السيناريو الثاني، نجي على السيناريو الثاني. السيناريو الثاني ايش يقول؟ يقول يابا مسج، مسج جبتها اوكي؟ الهاش سويت له؟ الهاش شفرته اوكي؟ وشنو؟ ونشرته. فمنشور شنو صار عندي؟ صار المسج والهاش مالتهم. زين سؤال، سؤال هنا إيه؟ هنا المسج مشفره؟ اي واحد في الشارع، اي واحد حيشوفها مو صحيح؟ اذا هنا اكو السريه؟ ماكو سريه، عشان لا ماكو سريه. عاشت ليش؟ تمام؟ وهذا النوع يستخدم في التطبيقات اللي ما تحتاج سريه. عاشت ايديش تمام؟ اقول لك بالتطبيقات مثل السريه، بس شو تريد بالمقابل هاي؟ شو تريد بالمقابل؟ شنو صارت هنا؟ صار لها ايدنتيكيشن، تعرف انه هاي المسج من وين جايه؟ من هاي، والدليل انه من يفتح
الهاش وياي يعني انه من يفتح الهاش راح يعرف انه جاي صحيح من هذا الشخص المعدل. اوكي فشنو صار عندي اوثنتيكيشن بدون سريه. اوكي زين هسه نجي على النوع الثالث. اوكي هذا هنا يعني شنو يقول لك؟ طبعا ما ادري اشرح لكم حكي الفوق يعني حتى ما تحفظ نفسه. راح احكي لك هنا حكي على هذا الرسم حتى تعرف الرسم شنو وتفتهمه. اوكي هنا أنا نفس الحاله بس قبل شنو كان بالفيديو السابق بهذا السابق شنو كان؟ هذا شنو كان؟ كان المفتاح شبي سيمتريك نفسه عشان فروف طويله شير. اوكي بينما هنا أنا شنو صار؟ هنا أنا صار المفتاح شبي صار اسيمتريك. ليش؟ لان صار بابليك برايفت عفوا شنو؟ وبابليك. اوكي هنا ايش حققت؟ اكو سريه؟ ماكو سريه مو صح؟ ليش؟ لان المسج شبي هنا أنا ما مشفر مو صح؟ بالمقابل ايش حققت؟ ايدنتيكيشن وديجيتال سيجنتشر. يعني طبعا الديجيتال سيجنتشر هو من ضمن الايدنتيكيشن خليها ببالك. اوكي شلون صار الديجيتال سيجنتشر؟ كانما جبت مسج اني وموقع جواها. هذا شو يسموه؟ هذا التوقيع اخوان. هذا شنو البارت؟ التوقيع مالتي. اوكي ليش انا شنو شفرت؟ شوفوا شفرت بيه بيا بابليك يا برايفت عفوا شفرت بيه برايفت مالتي. اوكي فصار شنو؟ كانما هذا توقيعي. اوكي ومحمد من فتح توقيعي بين الفتحين محمد بين يفتح توقيعي بالبابليك مالتي. اوكي فصار كانما هذا المربع الصغير الرصاصي شنو هو هذا؟ هذا التوقيع مالتي. هذا شنو التوقيع مالتي؟ وضحت؟ يعني كذلك اسوي كومبير اشيك المسج صحيح ولا لا. وضحت شباب؟ شباب وضحت؟ واضح جيد. هسه نجي على النوع الثالث. اوكي نجي على النوع الثالث زين. النوع الرابع اللي هو اللي يقول لك عندك انت عندك مسج وعندك هاش. الهاش سويت اللي سويت له سيجنتشر مو صحيح؟ من ناحيه حطيت توقيعي مو صح؟ حطيت توقيعي هسه. اوكي هنا المسج ايش بيها؟ ايش سويت لها؟ شفرتها. شفرتها كلها المسج والهاش. هنا سويت كونكاتينيشن يعني هاي هنا سويت كونكاتينيشن وشنو؟ دزيته شفرته. اوكي محمد؟ فهنا ايش صارت؟ عندي المسج مشفره وبيها سيجنتشر مو صح؟ فايش حققت هسه اني؟ حققت السريه والسيجنتشر. السيجنتشر شنو اقصد بها معناها؟ ايدنتيكيشن. انا اقول ايدنتيكيشن يعني اوكي؟ تمام؟ فهنا اجي انه افك التشفير بمن؟ بالكي اوكي؟ وشنو؟ وافك الهاش بمن؟ ببلك كي مالتي. حققت شنو؟ هنا السريه فكيتها انتبهوا. هنا ايش فكيت اخوان؟ هنا فكيت السريه اوكي؟ وهنا شنو؟ هذا اني شنو من بالازرق السيجنتشر. فكيت السيجنتشر اوكي؟ فكيت السيجنتشر هنا السريه وهذا السيجنتشر زين اوكي. نجي على بعده الخامس. هنا انا شنو سويت؟ انت ابوي جبت فت جبت فت شنو؟ فت قيمه وياي قيمه شو اسمها؟ اس فاليو اوف اس. اوكي هاي الفاليو امرها لمن؟ للمسج. خلينا نشوف يعني هاي المسج اني هسه اكثر من طريقه هي للفيريفيكيشن مال المسج. اوكي فاجيت المسج سويت لها دمجت وياها شنو؟ اس مو صحيح؟ دمجت وياها شنو؟ اس. والنوب سويت هاش
يعني عندي مثلا المسج، هنفرض المسج ادي بيها هلو، ايش خليت بالنهايه؟ اي هلو اي صارت، اوكي؟ سويت هاش المن للهلو اي، والمسج هنا شنو مررتها مباشره؟ شو اسمها؟ هلو. هنا ايش صار عندي؟ صار عندي هنا المسج شنو هي؟ هلو. طبعا هنا ما ادري شلون تنكتب، وهنا شنو هي؟ هلو. وحرف شنو؟ اي ويا. اوكي؟ دزيت هنا سويت كونكاتينيشن، سويت هنا. اوكي؟ هسه المسج من افتح تشفيرها شو ضيفتها لازم؟ الاي. فضفتها الاي اللي هو هذا الاسك من الاي احنا مو صح؟ اللي هي شنو كانت المسج؟ المسج شنو كانت؟ بس هلو. قلت لها هلو اي، حسبت لها هاش مال منو؟ مال هلو اي. مو صحيح؟ مو صح؟ والنوب هاي هلو اي اللي هي نفسها بالهاش وين موجوده؟ اللي هي هاي نانا، اللي هي نانا. فاقارنها، هل هلو اي؟ اي نعم، لان هي هاي هلو اي. مو صح؟ كومبير اقارنها في حال محل متلاعب بها. وضحت الفكره اخوان؟ وضحت الفكره ان شنو هاي الاس ده نضاف ولا لا؟ لو اعيد لكم اياها. حسين بس سؤال. تفضل. إيه هنا الدكتورة قالت هنا السرية تكون مشتركة بين الطرفين، شلون عرفتها مشتركة؟ اسمعيني هسه، أنت المسج هسه المسج حتكون هي منشورة أصلاً. وياي؟ المسج منشورة. يعني هسه هاي المسج حنتفق على أن السرية ماكو. يعني المسج منشورة. مو صحيح؟ بينما هنا صار عندي شنو؟ صار عندي فت اعرف انه يعني اذنتيكيشن، خلينا نقول اعرف انه المسج راح تجيني من هذا من حسين، يعني نفس الفاليو اللي نضيفها حسين وياي، نضيف نفس الفاليو. بس ما تقول لك هنا اكو سريه، انه اكو سريه مشتركه، يعني ماكو، يعني هي السريه اصلا ام، يعني ام منشوره تشوفيها، فماكو سريه، خلينا نتفق هاي مبدئيا. بس عندنا هاي الفاليو الاس مثل ما قلت لكم انه لازم عدل الاثنين تنعرف شلون الكي باعتبار. اكو حد يكتب رساله؟ السر مو السريه مشتركه، الاس هي مشتركه، نعم مثل ما قلت لك. عاشت الرساله، مثل ما قلت لكم انه السريه مو مشتركه، ماكو سريه اصلا. اوكي، بس الاس هي مثل الكي فاطمه، الاس مثل الكي مشتركه عدل الاثنين. شوف اول شويه اقول لكم باع، اقول لكم ما دام عندي الكي عند محمد مثلا هنا أنا. وين هاي؟ اقول لكم الكي عدي وعدي، فاعرف صار ايدنتيكيشن عندي. بس مكان الكي صار، صار قيمه اس، بس اختلاف مكان الكي صارت قيمه اس، لا اكثر ولا اقل. اذا مفتهم الكي هاي مجرد مكان الكي صارت كانما قيمه اس عندك. وضحت الفكره؟ فصار عندي بس شنو؟ بس ايدنتيكيشن. اوكي خليها ببالك، سريه ماكو، يعني مسج مذهول ظاهره. اوكي؟ وضحت؟ وضحت. جيد. الاف يمكن الاخير خلينا نشوف ايش راح يصير هنا بالاف. نفس الحكي السابق. امي انا عندي اس ومررتها لحد هنا. لحد هنا ايش سويت اني؟ اثنتيكيشن، مو صحيح؟ مو صح؟ يعني اني دا اعرف شيرت باعتبار زين. وعد النوب الدي عندي بيها شنو؟ شفرت المسج. اوكي اذا ايش صارت هنا؟ هاي هنا سريه فاطمه على هذا المثال يجوز سالتي. هاي هنا اكو سريه. اوكي؟ وفكيتها بالكي نفسه، اذا صار عندي يعني اعرف انه هذا ايدنتيكيشن 100%، بالاضافه الى ذلك عندي الاس هم يعني. فاذا صار شنو هنا؟ انا عندي عندي سريه وعندي ايدنتيكيشن. اوكي؟ عندي سريه وعندي شنو؟ ايدنتيكيشن. وضحت؟ هذه الفكره شلون نسوي؟ هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للهاش فانكشن، وشلون عملنا ويا الهاش فانكشن؟ هنا اكو سؤال عندكم شباب؟ اكو سؤال هنا؟ اكو سؤال حد سلايد 10؟ عندكم سؤال حد سلايد 10؟ تمام، نكمل بالفيديو التالي إن شاء الله.